تحت اللعب الناشط مع عز الباب ديالكم راك شهيناها ولا كان شي فيه مثلا كانت عندي شي عراضه وشي هي الدجاج بالكثره كنحاول ناخذ منه داك الفرت بحال هكا ونعاود ليا لان اللي باقي كاع ما درتها عندي الخمس ديال الفرت باقي كاع مصوبتها. هاي بنات السلام عليكم، كيف راكم؟ بخير هاني، صحيحتكم لاباس؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير يا ربي. ويلقاكم هذا الفيديو وانتم ضاحك اللاعب الناشط مع اعز الحباب ديالكم مسافرين، اللي باقي ما سافرش الله يسر ليه شي تسافيره. صافي العطله راه صافي قربت تكمل، ما بقى ليها والو، الدخول المدرسي وداكشي واخا دابا الظروف ديال البلاد يعني ما مستقراش، كل مره بلاصه فيها بؤره ساكنه وداكشي، ولكن مع بنادم ما يدير غادي نتعايشوا مع الوضع يعني مع اخذ الاحتياطات وداكشي. المهم البنات كيف عرفتوا انا دغيا وقت مسافره مده شويه يعني تقريبا شهر، يلا رجعت وهاد اليومات كلها دازت في التخمال وفي راكم عارفين ملي كتكوني مسافره كاع داكشي اللي بديتو كنت مسافره بيه كلشي تصبر داكشي، المهم هاد اليومات كلها وانا اختكم ديبوردي مع الدار. المهم دابا يعني حاليا ما كاين حتى شي تسافيره طويله، غيكونوا غير ديك السفريات الخفيفه ديال العائله غير هنايا، انا ما غاديش نطول غنكون هنا دونك غادي نجلس وغادي نرجع البروغرام ديال حياتي. اول حاجه بديت بها وبغيت غادي نتشارك معكم هي البروغرام ديال اللي كيشطن كاع ربه البيوت اللي خلق لينا الضجه، هو اش غنطيب اليوم، اش غنطيب غدا، اش غنطيب بعدا، واش غادي نطيب هذا. بغيت نتقاسم معكم طريقتي انا كيفاش كنحط هذا البروغرام وكيفاش كيوفر لي حتى في المصروف، حيت خصكم اللي مكلفه بالمصروف دونك خصني نورغانيزي راسي، خصني من يعني نعرف نخرج راسي ومن طون ندير شي حوايج اللي هما منوعين وداكشي. المهم هذا البروغرام اللي تحطنا غادي نتقاسمه معكم دابا، كيوفر لي الوقت وكيوفر لي المصاريف وكيهنيني من صداع الراس ديال شنطيه اليوم شنو طيب الغدا. المهم غادي نتقاسمه معكم، غير هو قبل ما تنحط هذا البروغرام يعني باش ما نكونش يعني ديكتاتوره ولا مستبده ولا ديك الراسماليه في الدار، كل واحد كنعطي ورقه وسيلو كنقول لك كتب لي اشنو كتبغي تاكل، شنو كيعجبك تاكل في الغدا وفي العشاء، في العشاء لا في الغدا في الفطور يعني التويشيت اللي كيبغيو ياكلو هما، كل واحد كيكتب لي اشنو على قالته وكنشد داكشي وكنبقى انا لا ليست ديالي ديال السيمانه ولا ديال 15 يوم وهذا. وهادشي كلشي غادي نتقاسمو معاكم، يلا خليكم معايا مع البروغرام ديالي. فوالا البنات بالنسبه للبروغرام كيفاش كنخدم انا، المهم انا خديت هذا الكتاب باش نصور معكم، انا ديجا عندي الكتاب ديالي اللي كنخدم به. المهم شنو كندير، كندير بحال الشكل ديال الماني، دابا هذا الكتاب هو الماني، اشنو كندير فيه كنكتب فيه كاع الاطباق اللي كنديرهم انا او اللي كيبغيوهم. وهاد اليومات انا معتمده على اللحم لانني كنت مسافره دونك اللحم ديال العيد كله تقريبا باقي فيه واحد لابارتي كبيره دونك غادي نخدم بها بزاف هاد اليومات. اشنو كندير في هاد الموني، كندير اطباق ديال اللحم كاع اللي كنديرهم انايا بحال مثلا المروزيه، اللحم مشوي، اللحم بخار، ستيك، الكوتليت، الكفته، اللحم بالبرقوق، كسكسو باللحم، الهرقمه يعني ما كيعرفش الكرعين، التقليه، الطاجين ديال اللحم بالخضره. المهم كاع الاطباق اللي كنديرهم سواء الصيفيه ولا الشتويه، كاين دابا مثلا شي اطباق انا ما غنستعملهمش فهاد الوقيته باقي الحال سخون بحال مثلا الهرقمه ما غاديش نديرها دابا، التقليه حتى هي كاين بعض الاطباق اللي كتستعملهم حتى كيكون الحال بارد. المهم كي قلت لكم كندير كاع الاطباق ديال هنايا مثلا ديك الاطباق ديال اللحم نخلي واحد لابارتي خاويه. علاش كنخليها؟ هو انني الا شفت شي وصفه جديده شفتها هكا في يوتيوب اولا كنت في شي بلاصه وشفت شي وصفه عجبتني وداكشي كنخلي واحد لابارتي كنزيدها، دونك اي وصفه عرفتها ديال اللحم كنزيدها على هادو باش تبقى عندي في الماني اللي عندي في اللي كنخدم به عاده. وكندير ثاني الاطباق ديال الدجاج، دابا مثلا هنا ثاني كتبت كاع الاطباق ديال الدجاج اللي كنستعملهم عاده وخصوصا انا من عشاق الدجاج. مثلا كندير الدجاج المحمر، الدجاج مشوي، الدجاج في الفرن، البروشيت ديال الدجاج، فاهيته ديال الدجاج. هاد فاهيته ديال الدجاج كتجي حتى زوينه، غالبا كنستعملها في العشاء اولا كنستعملها ملي كنكون زربان زربانه، كتجي بحال الشكل ديال الشاورما بالفلفله ملونه وبالبصل وداكشي، كتصور درتها معكم واحد الخطره في واحد الفيديو. مثلا كاين الفخيلات ديال الدجاج مقلي، الرولي ديال الدجاج بالزفينه، والبسطيله ديال الدجاج. هاد البسطيله يعني كان مثلا هكا زايد اولا شي خطره كتشهيناها ولا كان شايط لي مثلا كانت عندي شي عراضه وشايط لي الدجاج بالكثره كنحاول ناخذ منه داك نفرتو بحال هكا ونعاود يعني الريسيكلاج نعاود نصوب فيه ثاني وكل اخرى. غالبا كتكون بسطيله يا اما مالحه يا اما حلوه. الكروكيت ديال الدجاج، كسكسو بالدجاج انا من عشاق كسكسو بالدجاج كيعجبني، الرفيسه حتى هي رفيسه راه كلنا عارفين كطيب الدجاج، الدجاج بالبصله والزبيب، الدجاج بالخضره. المهم هذا الشيء اللي كتبت وباقي في المزيد الى شفت شي وصفات هكا عجبتني كي قلت لكم كليتها عند شي واحد وعجبتني ولا شفتها في الانترنيت ولا شي حاجه كنزيدها هنا باش تبقى عندي ديما متذكراها.
غادي نقول لكم فين كينفعني هذا البروغرام. هذا البروغرام بحال هكا كيفاش كينفعني. ممكن قلت لكم هذو الاطباق ديال اللحم، هذو الاطباق ديال الدجاج، هذو الاطباق ديال الحوت حتى هو، الحوت مقلي، الحوت في الفران، كفته ديال الحوت، البسطيله الحوت، لي بروشيت حتى هما ديال الحوت. هاد لي بروشيت ديال الحوت غالبا كنديرهم من داك الحوت اللي كيتكون عنده الهبره ناشفه، كيعجبنيش من غير هكا كفته ولا لي بروشيت كيجيو زوينين، بحال الحداد، بحال المخطوف، بحال كل الحوت الثقيل اللي كتكون عنده الهبره غليظه بحال هكا، كيجيو فهاد لي بروشيت ديال الحوت زوينين. الطاجين ديال الحوت غالبا كنديرو بالصغار. المهم ثاني هنايا كي قلت لكم شفت شي وصفه الحوت عجبتني غادي نزيدها هنا باش نبقى عاقله عليها. هنا وصفات العشاء، اشنو كيبغيو مثلا في العشاء؟ بيتزا، راكم عارفين كلشي كيبغي البيتزا، المعجنات بالطماطم ولا بالحليب، الشوربه ديال الخضر. صوفا انا اعتمدها مؤخرا بزاف بزاف، لانني اختكم خدات البوا، عمرني ما وصلت لهذا الوزن اللي وصلت ليه دابا مع هذا الكونفينمون. المهم انا معوله غادي نبدل البروغرام، الا كان شي حاجه غادي نتقاسمها معكم. دونك غادي نعتمد بزاف على الخضره، المهم كي قلت لكم الشوربه ديال الخضره، الحريره، طورطيه بالخضره والبيض، ساندويتشات، محينشات معمرين، بريوات، نتوما عارفين بعد خطرات انا بعدا ما كنديرش، الا درت قلت كبير ما كنديرش العشاء. المهم غادي ندوزو البروغرام كيفاش كنحطو وغادي نشرح لكم. المهم كي قلت لكم هادو بعض وصفات العشاء، وكذلك ومثال الا زادت شي وصفه غادي نكتبها هنايا باش نبقى عاقله عليها. هادو لي سالاد، كاين سلطه نيسواز انا كتعجبني وبعد خطرت كنديرها هي العشاء غير ليا انا، كتعجبني سلطه نيسواز بزاف. الشلاضه ديال الروز وطون ولا الشلاضه ديال لي بات ديال المعجنات حتى هي كتجي زوينه. الزعلوك، التكتوكه، هادو الشلاضه السخان اولا المقبلات السخان، كاين الزعلوك كاين التكتوكه كاين الشلاضه المغربيه، الشلاضه بالخيز والليمون، يعني كتكون ديك المحكوكه تاي بالليمون كتجي زوينه. الشلاضه ديال الخيار والخس والليمون، انا كنكتب البرتقال اللي ما كيعرفش شنو هو الليمون، في الدول العربيه الليمون عندهم هو الحامض، المهم كنكتب البرتقال هنا. المهم اللي عجباتو شي حاجه بغى يسميتو راه يدير بوز الفيديو ويصور او يسكريني سميتو لاباج، وراه غادي يبان ليه الديتاي اللي مكتوب. المهم كي قلت لكم هنا سلطه بالخيار والخس والليمون، كاينه سلطه استوائيه دابا نشارك معكم شي خطره حتى هي كتعجبني، كدار بالليمون وبالفواكه الجافه وداك الشيء، يعني زوينه زوينه كتعجبني السلطه الاستوائيه دابا نشاركها معكم. الشلاضه ديال الجرده غنيه عن التعريف، الشلاضه ديال الخضره مشربله غالبا هذه كتكون في الحال بارد، كديري هكا الفول مشرمال ولا راكم عارفين خيزو ولا المهم راكم عارفين الخضره اللي كتجي مشربله كتجي زوينه. الشلاضه بالبربه والليمون حتى هي. دونك هنا وصفات ديال لي سالاد، كان شي حاجه ثاني غادي نزيدها باش نبقى عاقله عليها وعاد نزيد نضيفها في البروغرام اللي كنحط في الاسبوع. هنا وصفات ديال الكوتي والفطور، هذه ثاني كنكتب فيها كاع داكشي اللي كنستعملوه عاده يعني في الكوتي وفي الفطور. كاينه الكيكه يعني بالاسلوب الليمون ولا بالحامض، كاينه الكيكه بالشوكولات، البراوني، البسبوسه، الحريشه العاديه هذه اللي كطيب في المقلاص كديرها يا اما كبيره يا اما صغيره، كاين الحريشات في الفران، كاين المسمن، المسمن معمر، البطبوط، البطبوط معمر، المخنفر، البغريل، البانكيك، قريشلات، البينيش، شناك. المهم راكم عارفين الوصفات ديال البوتي، يعني كديري شي حاجه وكتخلي منها الفطور، دونك حتى هما كاتباهم هنا. الا كانت شي حاجه تاهي غادي نزيدها هنا. العواصر البنات، مهم انا العواصر شحال تقريبا دابا مده من السنين بزاف، واش واحد 6 سنين ولا كثر، ما بقيتش كنستهلك المناضه نهائيا نهائيا، يعني لان كنا ماشي مدمنين المناضه، كنا في بلاصه اللي ما كنشربوا المناضه الصراحه، تقال كانت عندنا واحد لافيتيد مفلسه. المهم انا حاولت نعوضها بالعواصر، لان مهم كل واحد ولي زافيتيد ديالو. المهم حنا ضروري واحد طويسه الشلاطه الله يجعل ما تكون فيه غير مطيشه والبصله وكويس العصير مع الماكله، هذه ضروريين ولفناها، واخا نكون طايبه غير العدس ضروري شليضه وكاس العصير، واخا تكون غير حامضه غير حامضه نعصر بوحدها وندير كويس العصير وشليضه مع الدخله ديال الماكله، هذه ابيتود فينا من زعما من شحال هذه. المهم بالنسبه للعواصر اللي كنستعملهم انا بزاف، هذا هو لاباز الحامض والليمون، هما لاباز كنبقى نلعب بهم، هادو اللي كنبقى نلعب بهم، يا اما ندخل عليهم شي حاجه يا اما نقص حاجه فيهم، يا اما غالبا كيكون الحامض والليمون هادو هما الاساسيين. كندير الحامض مع النعناع، كنزيد عليهم شويه الفاني ولا الزهر، كاين الكوكتيل بالليمون ديال الليمون، الا كان مثلا الكوكتيل كيكون شهديه ولا الخوخ ولا المشماش ولا هادوك الفواكه اللي محمضين حتى هما ولا الفريز ولا هادو كيمشيو مع الليمون حتى هما زوينين. كاين الحامض والتفاح حتى هو كيجي زوين، كاين الليمون وخيزو، هذه كاين الليمون وخيزو كيمكن يكون سلطه يعني تنحكو وتندير معاه الليمون داكشي كتمشي هكا كتكال بالمعلقه كتجي ثقيله، اولا كنسد خيزو وكنسلقو في واحد لاكونتيتي الماء، كنسلقو مزيان وكنعصر الليمون وصافي وكنطحنهم كاملين مجموعين حتى هما كيجيو بشكل عصير خفيف زوين،
والبربه والليمون حتى هما نفس الشكل ديال، يا اما تحكي البربه وتعصري عليها الليمون هكا ويمشي كسلطه اونطري هكا تبله بمعلقه، يا اما نسلق البربه حتى هي ونكون معصره الليمون ونعصرهم كاملين على شكل عصير يعني كيتكب في الكيسان. المهم هادو العواصر انا نخليها ثاني هنايا نزيد شي حاجه الا تذكرتها، انا هادشي اللي تذكرته دابا انا كتبته. كاينين هنا التحليات، يعني التحليات راكم عارفين تما ضروري بعد خطرات كتستعملي معاهم في العشاء، تاخدي شي حاجه هكا وكتستغني كاع على العشاء. كاين التحليات اللي بالفلون، راكم عارفين التحليات اللي بالفلون، يا اما الفلون هو واحد يا اما كديري طبقات يا اما كتدخلي عليهم شي حاجه، وين كتلعبي في هاد الناحيه ديال الفلون. كاينين التحليات اللي كيتصاوبوا بالمايزينا، كاينين التحليات اللي كيتصاوبوا بالكريمه، غالبا كيكون لا كريم باتيسيير ولا كريمه ديال الليمون ولا هذا مع شي جينواز هكا تكون رقيقه. كاينين التحليات اللي بالشوكولاته، التحليات اللي بالكراميل. فوالا المهم هذا هو الماني اللي كنكتب انايا. فاش كينفعني هذا الماني المهم اي وصفه تذكرتها ولا شفتها كنزيد نجي نكتبها انا باش نبقى عاقله عليها. فين كينفعني هذا هو ملي كنبغي نحط البروغرام، ملي كنبغي نحط البروغرام ديال الماكله هكا كناخذ واحد النهار في السيمانه، غالبا كيكون الويكاند، وتنحط البروغرام ديال السيمانه كامله. فين كينفعني هذا البروغرام البنات؟ كينفعني ملي كنبغي نخرج نتقدى، وكينفعني اهم حاجه هو ما كتبقاش تخمي اشنو غطيبي الغد ليه، هذه اهم حاجه. ثانيا ملي كنخرج نتقدى، الا انا حاطه البروغرام مثلا حنا كنتقدى، انا كنتقدى يا اما الثلاث يا اما الخميس يا اما السبت، كتكون الخضره مزيانه يعني ماشي كل يوم في هذو ثلاثه، لا يا اما نهار في الاسبوع كنمشي نتقدى، يا اما الثلاث على حسب فوقاش بغيت. كنكون حاطه ديجا البروغرام، عارفه راسي اشنو غادي نطيب واشنو غادي نحتاج، وكنحط حدايا ورقه كنكتب فيها اثنين شنو غنطيب، ها الخضر اللي غنحتاج، ثلاث كذلك ومثال. حتى كنكتب البروغرام كامل، ولا كتديره ديال 15 يوم كيكون احسن كاع. كنكتب كاع هذاك الشيء اللي غادي نتقدى واللي عارفه راسي غنكونسومي، دونك ما كنضطرش نجيب شي حاجه اللي عاد كتبقى في الثلاجه حتى كتخسر وتلاع اولا ما غاديش نستعمل هذيك الساعه، كنجيب اللي غادي نكونسومي. دونك اشنو كندير؟ كنمشي هنايا وكنبدا نهز من هنايا، نبدا نهز من هنا هاد الوصفات ونحط، نبدا نهز انا شنو عندي البروغرام، تنحط يومين ديال الحوت اللي غالبا كتكون الاربعاء والسبت، يومين ديال الحوت، يومين ديال اللحم، ويومين ديال الدجاج، ونهار ديال الكسكسو يعني هذا الجمعه كتكون فيه كسكسو غالبا. ملي كان شي شونجمون راه هذيك الساعه كتكون شي حاجه كثيره، كيكون عا واحد النهار كتغلبي عليه. المهم فوالا هنا كنبقى نقلب هنا، اولا نشوف مع البنات هما شنو باغيين ياكلوا، كيكتبوا لي شنو باغيين ياكلوا، وكنحاول ندخل الوصفات اللي كيبغوا في السيمانه. دونك انا كاتبه هنايا ديجا كتبت هكا في الواسخ، عندي البروغرام غادي نهزو وغادي نحطو هنايا، وغتشوفوني كيفاش حطيت هذا الشيء ديال الاسبوع. وهذا هو البروغرام ديالي ديال الاسبوع ديال الطياب. كي قلت لكم انا ديجا راه كنت موجده، غير عاود نقلته هنايا. المهم اثنين مثلا في الفطور غندير البانكيك و شوكولا شو بالنسبه للبنات، وانايا غتلقاو كاع في الفطورات اتاي، انا من حماق اتاي ماشي عشاق اتاي، انا اتاي يعني توأم روحي ديما ما كنفطرش شي حاجه اخرى من غير اتاي، قليل جدا 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 الا خديت الطابور. انا كاع كانت الطبيبه فاش كنت حامله كانت عندي شويه لانيمي منعت عليا اتاي وما قدرتش نحيدو. المهم بالنسبه للبنات كيبغيو يبدلو من العصير من شوكولا شو، غالبا كيبغيو شوكولا شو، دونك كنصاوب لهم داكشي اللي بغاو. كلينا اثنين بانكيك شوكولا شو، كاينين شي حوايج مثلا اللي تقدري تنوضي تصاوبيهم الصباح ما كيخدموش داك الوقت، بحال البانكيك اللي غتصاوبي واحد الكونتيتي قليله راه كيسع تصاوبيها وتصاوبي لهم الفطور. كاينين شي حوايج مثلا اللي كيشدوا لي بحال المسمن ولا البطبوط ولا هذا، كنكون ديجا دايره في الكوتي ديال النهار اللي قبل منه وكنخلي الفطور ديال الغد ليه. المهم انتم غتفهموا معايا في البروغرام. كيقول لكم نهار اثنين بانكيك شوكولا شو بالنسبه للبنات، وانا اتاي وخبيز ديال الزرع ولا كاين شي بيضات. وضروري كاع الفطورات اللي كاينين هنا غادي تلقاو دواز الطبله اللي هو معروف، فرماج، كونفيتير، عسل، زبده بلديه، زويته العود، زويتينات، وواحد الحاجه اللي كنحاول ما امكن نكون حريص عليها هي التمر، يكون التمر واخا البنات يهزوا غير تمره وحده يعني كافيهم في الفطور. المهم تكون بانكيك شوكولا شو، اتاي خبز بالزرع. هنا في الغداء دجاج في الفران، سلطه الروز، كتوكه فريت، عصير. قلت لكم هكا ندخل الدجاج في الفران عبيصير وداكشي، كناخذ من البروغرام وكنحط، كتجي العمليه سهله. في العشيه بالنسبه ندير كوتي وعشا، نقدر ندير كوتي كبير كاع ما نحتاج للعشا، نقدر ندير غير شي حاجه غير يدخلوا من المدرسه ياكلوا غير شي حاجه خفيفه اللي كنكون كنوجد لهم في العشا. المهم ما يمكنناش نديروا كوتي ونديروا عشا، البنات ما كيقدروش. حتى انايا ولفت هذا البروغرام لانني انا حيدت العشا يعني من شحال هذه، كنحاول ما امكن نكون داكشي خفيف. مثلا هنايا في البروغرام ديال اثنين درت قريشلات كيكه، هادو ساهلين كنصاوبهم ما كيخلوش ليا الوقت. وفي الليل اللي جاها الجوع وبغات شي حاجه يعني قريشلات الكيكه وما خدا شوكولا شو هذا ندير اتاي.
يعني وفي الليله اللي جاها الجوع بغات تاكل شي حاجه كيبقاو الديسير والفلون ياخذوا منه. بالنسبه للديسير البنات انا ماشي من النوع اللي كيحب الديسير مورا الماكله، ما كنحطش انا كاع الديسير، ما عنديش شي وقت كنحط فيه الديسير لانه كيبقى في الكوزينه كيتكال بين الاوقات، جاو من المدرسه كياكلوا الديسير، اي واحد بغى شي حاجه في الخوي راه كيمشي ياكلها في اي وقت، ما عندوش وقت للخوي كيبقاو هكا محطوطين، اللي بغى شي حاجه راه كياكلها يعني على ما جا الغداء او لا على موجود العشاء او لا هذا كيبقاو ياخذوا شي حاجه ديال الفروي. هذا البروغرام اللي قلت لكم ديال 2 ديال 3 حطيت فيه قريشلات مع البيض، هانتوما كيف لاحظتوا القريشات غير كدرتهم في الكوتي ديال 2 وغنخلي منهم الفطور ديال 3 قريشلات، بيض هكا مسلوق ولا هكا اومليت، كويساتاي وخبيز ودواز طابله كالعاده. في الغداء غادي ندير المروزيه لان اللي باقي كاع ما درتها، باقي عندي الحمض في الثلاجه ديال المروزيه باقي كاع مصوبتها، ندير المروزيه ومشطه ديال الخضره مع العصير، وفي الليل ندير لهم بيتزا. في نهار الاربعاء كيك، كيبغيو كيك مع شي كاس العصير هكا، انا ندير حريشات واتاي. الكيك اللي غادي يكون باقي ليا ماشي غادي نوض نصاوبو، غادي يكون باقي ليا حيت ان الكيكه ما كتسكتش في يومين ولا ثلاث ايام، راكم عارفين الكيكه كتصاوبيها كتبقى في الثلاجه كل مره تقطعي منها، اللي غنكون ديجا مصوباها نهار 2 في العشيه غتبقى لي غدير ليا واحد المده نقطع منها نيت بهذا. والحريشات راه ساهلين باش كتصاوب، انا غالبا كندير هذيك الحرشه ديال المقله ما تاخذش ليا الوقت، في ساعه كتطيب مع اتاي نيشان. وفي العشيه هكا في الغداء ندير كفته ديال الحوت، لان كي قلت لكم الحوت جوج مرات الاربعاء والسبت كيكون عندي الحوت غالبا. الكفته ديال الحوت على طريقتي، راه كنت توقيله الكفته هذيك من رمضان، كنت خديتها من جارتي كتصاوب في الكوكوط كيجي زوين. الشلاطه ديال الملفوف وخيزو حتى هو كيجي زوين، كيجي بالفواكه الجافه وكيجي لوكو ديالو ما مالح ما حلو، زوينه هاد الشلاطه بغيت نشارك معكم شي خطره. وعصير، وفي العشيه ندير لهم البراوني مع العصير ديال الخوي هكا، كوكتيل ديال الخوي بارك عليهم، وغالبا نصوب شي حاجه بالحليب البنيه الصغيره تعشى بها. الخميس هذاك البراوني اللي بقى ليا من نهار الاربعاء كي صباح نهار الخميس نحط لي منه مع كاس الحليب، وانايا كيف العاده خبيز بيضات اتاي. في الغداء الدجاج البيني ديال الدجاج راه حتى هو ساهل، وقيلا شاركته معكم في القناه، ساهل البيني ديال الدجاج مع شويه الزعلوك وسلطه نسواز وعويصير. ضروري من الخضره في النهار، ضروري ما تدخلش في الخضره في النهار، الا ما درتهاش في الغداء ضروري ما كندخل في العشاء. المهم في العشيه الى ندير مخنفر مدهون واتاي، هذا المخنفر مدهون اتاي انا بالنسبه ليا هذاك هو فان ماكلتي النهار، وهما اللي جاهم الجوع شي حاجه راه غيمشي ياخذوا فواكه، وضروري كنكون مصاوبه شي تحليه في سميتو في الثلاجه ولا دانون ولا هذا ياخذوا فواكه وتحليه. بالنسبه للجمعه الصباح غيكون باقي ليا المخنفر اللي صوبته نهار الخميس مسخن نهار الجمعه مع كبيساتاي الله يجعل البركه، وفي الغدا كسيكسو، وفي العشيه ندير بطبوط معمر واتاي. انا ملي كنصوب البطبوط معمر كنخليه منه خاوي لانني كنعرف راسي غنحتاج الغد ليه في الفطور، دونك انا مصوبه مصوبه واقفه واقفه غادي نصوب معايا باش ما نبقاش يعني نستافد هكا وهكا، غنصوب شويه البطبوط معمر مع اتاي كافي. هذا راه ماشي هضره عشاء ماشي غير بوتي يعني هذا كافيهم. والبطبوط اللي غادي نصوبو خاوي غنخليه حتى الغد ليه كياخذوا هما مع الشوكولاته اختيني ولا هذا وشوكولا شو، وانا كبيستاتاي ومعاهم بطبوط وناخذ كاع شويه المسمن. المسمن كيكون عندي ديما في الثلاجه، الا ما صوبتوش كاين بلاصه كنشريه منها بحال مصوبه على يدي كنخلي واحد لاكونتيتي في الثلاجه كنبقى نستعملها بزاف. في العشيه في الغداء الحوت كي قلت لكم السبت الا ما كلناهش برا كنديرو في الدار، حنا غالبا كنخرجوا الويكاند ضروري ما نخرجوا الوليدات راكم عارفين، ولا ما كليناش الا خرجنا غالبا كناخذوا الحوت مقلي، الا ما كليناش برا كنديرو في الدار. دونك الحوت مقلي مع تكتوكه وشي شلاضه مغربيه وعويصير. في العشيه ندير لهم طورتيه بالخضره لان كي شفتوا هنايا ما كانتش شي خضره كثيره غير شلاضه، هنايا ناقص الخضره في النهار غندخل لهم واحد الطورتيه في العشيه، طورتيه بالخضره وعويصير. نهار الاحد السيمانيات اللي كيكونوا ديجا عندي في الثلاجه بيضات اتاي حريشات، عاد الاحد والسبت كيكون شويه الفطور شويه يعني مستيكي عليه لان كنكونوا مجموعين كيكون راجلي وداك الشيء وكنصوبو وكيبغي هو العصير، الا كان فاطر معايا سيمانه كامله سيمانه كامله عصير كيبغي هو العصير بزاف في الفطور. وكالعاده دواز اتاي راكم عارفين البلاطو اللي كيكون مخلط اللي كيتحط ديما مع الفطور. في العشيه في الغداء ندير البروشيت ديال اللحم مع الكوتليت، انا نسيتو مهم فين كتبتو، باقي عندي ديال العيد غادي ندير البروشيت ديال اللحم مع الكوتليت. الكوتليت راه شاركت معكم الطريقه اللي كنطيب بها الكوتليت في الكوكوط، راه كيجي روعه 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 البنات كيدوب في الفم. ندير معاه زعيلي كاشي شلاط سلطه الباربا شلاطه ديال الباربا وعويصير المعتاد عندي المعتمد، البطبوط مدهون في العشيه مع كويساتاي الله يجعل البركه. ندير شي شوربه ديال الخضره مع التمر والياغورت اللي بغاها، لانني قلت لكم انا غنبدا نستعمل هاد الشوربه ديال الخضره بزاف. دونك هذا هو البروغرام اللي غنمشي عليه هاد السيمانه ان شاء الله. بغيت ندير ديال 15 جوج ولكن نخفف عليكم، هذا ثاني في السيمانه الجايه غنحط البروغرام، غادي نرجع لماني ونبدا نهز ونحط ونوع، يمكن ندير بروغرام حتى ديال شهر ما عنديش مشكل، هكا كنكون هانيه البنات ومرتاحه. المهم البنات كان هذا هو البروغرام اللي كنخدم به دابا اللي حطيتو هاد السيمانه غادي نخدم به تقاسمته معكم. بالنسبه للبنات اللي متبعين هذا البروغرام راه غتكونوا عارفين الفوائد ديالو. بالنسبه للبنات اللي غادي يشوفوا اول مره غير تبعوا والله ما غتظلموا، غتوفروا حريق الراس وغتوفروا حتى المصروف. كنتمنى ما نكونش طولت لكم، واخا الفيديو طويل شويه ولكن راه فيه فائده بغيت نتقاسمها معكم. بالنسبه للبنات اللي بغيت يتواصلوا معايا مباشره الف مرحبا، انا حاطه الانستغرام ديالي في صندوق الوصف، نتمنى ندوزوا عندي تما في الانستغرام ونتحاوروا، اللي عنده شي فكره تناقشوا فيها ونخرجوا بشي فائده.
كامله اللي غتنفعنا كاملين. خليت لكم الراحه، ما سكتش بكم كيف العاده. السلام عليكم، نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. خليت لكم الراحه.